اهلا بكم في حلقه جديده على قناه موروكان كار درايفر. كنتمنى بعدا واحد الحاجه تكونوا كتستمتعوا بالحلقات اللي كندير لكم وكتستافدوا من المعلومات اللي كنعطي. الا كنتي مازال ما اشتركتيش حيت كنشوف بان بزاف ديال الناس تيتفرجوا وما مشتركينش، اشترك في القناه، راه كاين بزاف الحوايج غيعجبوك، كاين بزاف ديال لي روبريك منهم لي تيست درايف لي مينوت بروبريو ومعلومات مفيده. المهم تقدر تدخل البلاي ليست وتشوف هذاك الشيء اون ديتاي. هاد الحلقه اليوم غيكون فيها كيفاش تقاد الطوموبيل تكون يبان فيها اللوك زوين او ميم طون ما يكونش باسل بزاف. الهدف من هاد الحلقه هادي صراحه بغيت ندير باش ما نكذبش عليكم، باش ما نبقاوش نشوفوا واحد الطوموبيلات تيدوزو فيهم واحد اللوك تيخلع، اللي كيدوزو اللي كتلقى فيها دي اكسسوار ولا فيها دي تروك هذاك الشيء ما متناسقش كاع نهائيا. قلت بهذا الفيديو هادي نقدر نفيد بزاف ديال الناس اللي عندهم هاد لا مارك، هاد لي مارك كنهضر عليهم هادو يعني فولكس فاجن وبي ام ومرسيدس. غنبداو باول ماركه فولكس فاجن اللي فريمون هي الماركه الاولى اللي كيدير لها تيونينغ في المغرب. باش بريسيزو هي الجولف، يعني جولف 5 6 7 هما اللي دابا تيدير لهم تيونينغ بزاف. غنهضروا على جولف 7. جولف 7 تقدر تبداها بواحد الحاجه اللي كانت خاويه عندك ما فيها والو، تبداها بلي زوبتيك ولي فو اير، دير لها لي زوبتيك باغ اكزومبل ديال ار 300 ستيل 7.5، دير لها ديال جي تي معها الكالندر جي تي باش تيجي له لوك. وهذاك اللور كاين دو موديل، كاين لي فو اريير ستيل 7.5 ولا لي فو اريير ديال جي تي دي الاولانيين يعني اللي خرجت 2015 جي تي دي. ابري كدوز اللوك ديال الكاروسري، كاين بزاف، كاين كيت ديال الار اللي فيه لوك ديال الار، وكاين الكيت ديال جي تي والكيت ديال جي تي دي. جي تي وجي تي دي راه كيف تيتبقاو من الكالندر، غير جي تي اللور تيكون فيه دوبل سورتي. دوبل سورتي كتزيد معاها سيلونسيو الا بغيتي باش تهنا تتحيد كتركب بلا ما تبقى تسودي وداكشي، وكيكون لي باد كيس في الجناب رقاق ديال جي تي دي، والبارشوك القدام جي تي دي راك مرة معروف. اكيد ديال الار ما بريسيزيتش، كيكون فيه بارشوك القدام ولي باد كيس، لي باد كيس ديال الار تيكونوا كبار شويه ديال من جي تي دي. اللور كيكون بارشوك كومبلي ما كيتبدلش، غير الديفيوزور فيه كادر سورتي اللي عزيز عليه يدير اللوك كادر سورتي اللي ما كيبغيش ما يركبش كاع اللور. واحد الحاجه حتى هو كاين سيلونسيو ديالو، تقدر تبدل سيلونسيو كامل كتحيد كتركب بلا ما تبقى تصدع راسك تدوز عند تسودي وهادي السخ ما جاوش لي زومبو اجوستي وهادشي باش تحيد هاد المشاكل هادو كاملين. واحد الحاجه غنعطيكم كل بلاصه شنو تقدروا تشريو منها. بغيتو لوريجينال باغ اكزومبل لي زوبتيك كيديروا بين 7000 حتى 9000 درهم لي زوبتيك دوريجين ديال جولف 7. بغيتي ريبليك كيبداو من 3800 حتى 4500، هادو الريبليك هاد خصك تركب لهم بولات وداكشي. لي فو اريير حتى هما 7.5 بين 4000 4200 على حسب السوق، و جي تي دي هادوك تيكونوا اقل منهم بشي 500 درهم. الكيت ديال الار تيدير واحد 8000 8500 درهم كومبلي، والكيت ديال جي تي اي جي تي دي اللي كيجي فيه الديفيوزور و لي باد كيس والبارشوك تيدير بين 5000 5500 5800 على حسب السوق، على حسب واش طالع الثمن ولا واش كاينه السلعه ولا لا. تقدر تزيد لي كوك ديال الاير اللي درتي كيت اير، لي كوك تيكونوا اون اينوكس حتى هما مزيانين، تيديروا بين 700 بين 800 بحال هكا. تنعطيكم ابروكسيماتيفمون لي بري. تزيد واحد الحاجه لي جونت، الا زدتي لي جونت ضروري خصك دير غابيسمون. اصلا الا ما درتيش الغابيسمون ما تيبانش لوك كاع عيان. لي غابيسمون تتشري لي روسور كور، اكثر ديال الدراري تيشريو اي باك، اي باك موان 3 بحال هكا ناقص 3 سنتيم كاينين في اي باي. كل واحد على حسب الريفيرونس ديالو، يعني جولف عاديه ماشي هي جولف يو اس، كل واحد خصو يشري الريفيرونس اللي كتليق معاه. المشكله ديالهم انهم كاينين على برا، راه كيكونوا سير كوموند الناس راه تيجيبوهم غير تياخذوا شويه ديال الوقت. درتي لي جون 18 ضروري تزيد معاهم لي زلارجيسور حتى هما تيكونوا اي باك. كتعبر شحال بغيتي الجنطه تخرج، كتشوف بحال دابا واش شحال من ميليم، كتشري هذوك لي زلارجيسور تيتحيدو لي جونت كيتركبو لي زلارجيسور كتبان الطوموبيل شويه ميسكلي. ابري ما كتسالي لولو كامل، الا عندك 2 لتر 150 ولا كاينين اللي خرجوا واحد الموديلات في الاول فيهم 110 كدير واحد 16 ان ريبروغراماسيون. الموتور ما كتبدل حتى شي حاجه، الا كان الموتور نقي فيدونج في الوقت وداكشي راه ما كاين حتى شي مشكل، ما تكونش الطوموبيل ضاربه كيلومتراج بزاف. باغ اكزومبل ادير لها 16 ان تتوصل واقيلا 190 الخيل، راه كافيه بالنسبه للجولف.
بالنسبه لغوبروك تقدروا تمشيو عند اشرف باور كونسيبت كاين في كازا، انا نخلي لكم حتى هو لو ليان. بالنسبه للكيت وهادشي كامل هادو كتجيو عندي انا، حيت انا اللي عندي هادشي كامل، انا نعطيكم كل بلاصه فين غتمشيو تشريو. باغ اكزومبل لي روسور غتشوف اي باي ولي لي زيلارجيس اي باي، ولا شي واحد تيدير لي زاكسيسوار تهضر معاه واش امبورطيهم ليك. غندوزو لبين، غنبداو بالسيري 3 وغندرو حتى على السيري 1. السيري 3 اف 30 حتى هي كيطلع فيها لوك واعر. الا عندك شي اف 30 باغ اكزومبل خاويه كامله غتبداها بلي زوبتيك، راه كاين لي زوبتيك اللي كيخدموا السيري 3 اللي كتجي خاويه فيها الضو صفر مارك ديبو في المارشي بين 7000 7500 بحال هكا. موراها دير الكيت باك ام، اما باك ام اما باك ام 3، شوف كل واحد على لوك اللي كيعجبو. باك ام فيه بارشوك القدام، فيه بارشوك اللور ولي باد كيس. مور الباك ام تقدر تزيد الام بيرفورمانس، تتزاد لي واحد لا جوب القدام واللور كيتبدل الديفيوزور، سواء دير ديفيوزور سورتي هنا سورتي هنا دير 35، سواء غير على اليسار وكيكون فيه واحد العيبات هكذا خارجين. دوز للانتيريور تقدر تبدل الفولون ديرو ام، تقدر دير اكرون كبير كيكون فيها اكرون صغير، تقدر تبدل البومون هذاك العادي كيتبدل البومون سبور غنقول لكم فين. ليكستيريور هذوك لي ريترو تقدر تبدل لي ريترو دير ستيل ام 4 باغ اكزومبل لور سبويلر. ودوز ليجونت، ليجونت في الريبليك ما كاينش شي حاجه زوينه، من احسن دير لها لوك ديالها هو اللي كيجي معاها، يعني هذيك الطوموبيل ترسمات باش يجي معها هذوك لوك ديال ليجونت. اذا درتي لها شي حاجه واحده اخرى ريبليك ما كتطلعش. مازال في الفولكس فاجن نقدر نقول لك كاين كوبي ديال جي تي دي ولا ديال 7.5 ولا جي تي كيجيو معاها. الا درتي لي جونت ضروري غابيسمون، لا غابيسمون الا ما هبطتيش الطوموبيل ما كيطلعش فيها لوك زوين، باش نكونوا متفقين. درتي غابيسمون تقدر تبدل تالي في اغيير، سواء كدير وحدين ان بيرفورمانس كيجيو كري، سواء ديال الفاز 2 الا حتى هما كاينين في المارشي بين تيكونوا بحال هكذا 5000 5500 4500 على حسب. الباك ام ديالها بين 10000 درهم حتى 12000 درهم على حسب السوق. كومبلي و الى شريتي خصك تشري معاه البارشوك فيه لي زاكسيسوار ديالو، حيت الا ما كانوش ما كيركبش مزيان. لي كوندويت اللي كديو الريح للفرانات وهادشي كاين بزاف ديال الحوايج خصك تشريه كومبلي بلي زاكسيسوار ديالو كاملين. وكاين الكالندر ديال ام 3 تقدر تزيدها حتى هي، كالندرات بين 900000 درهم بحال هكذا ابروكسيماتيف، لي بيكي بين 600000 درهم على حساب لا كاليتي على حسب لوك ديالو هو. لي جونت ما نقدرش نهضر لكم على لي جونت الثمن ديالهم باسكو في لوكازيون ما عرفتش الثمن بالضبط. لي فولون حتى هما مره كيطلع الثمن مره كيهبط هما وليكرون. المهم لي فولون الا ما كانش فيه لي باليت 4500 حتى 5000 بلي باليت شويه غالي حتى 6500 بحال هكا. غنخلي لكم الادريس فين تبدلوا لداخل، غتمشيو عند ام كا اوتو اللي كان بان معنا في الفيديو ديال لي مينوت بروبريو ديال السيري 4 باك اللي فيها لي تروك ديال ام 4. غنخلي لكم لي ليان كاملين، اتهبطوا لتحت غتلقاو لي ليان كاملين ديال لي باج ديال الدراري كل حاجه في الاختصاص ديالها. بالنسبه للسيري 1 لا ميم شوز، الباك ام وتقدر تزيد عليه ان بيرفورمانس يعني ديفيزور دو لور ولا لا جوب القدام، وتا هذوك لي ريتروس ديال هذوك لي كوك دو ريترو ستيل ام 4 حتى هما تيخدموا ليها، وعاد حتى هي تزاد ليها السبويلر، السبويلر ديالها شويه قليل. الباك ام ديالها حتى هي بين 9000 درهم حتى 11000 درهم. لي جونت، لي جونت كيخدموا السيري 1 ماشي هما اللي كيخدموا السيري 3، خصك تاخد لها دي جونت دوريجين هما اللي كيجيو معاها، وخصها غابيسمون حتى هي خصك تجيب لها لي روسور ديالها. وكالندر حتى هي كالندر ديالها بين 900 درهم بحال هكذا 1000 درهم على حساب لا كاليتي. الطوموبيل حتى هي نزيدها سيري 5 اف 10 حتى هي كتركب لها باك ام بين 10000 12000 درهم على حساب لا كاليتي ولي زاكسيسوار اللي فيه. حتى هي كتزاد لها كالندر الميم بري، حتى هي تقدر تزيد لها ان بيرفورمانس لا جوب القدام والديفيزور اللور، ودير ليها لي جونت دوريجين 19 ديالها هما اللي كيجيو معاها. من غير هذوك لي جونت ما كتبانش الطوموبيل باك ام، ولكن واحد الحاجه ما كتبدل فيها لا روسور لا والو، هي ديجا تتكون هابطه ملي تدير باك ام ما كيبانش الفرق. وتزيد لها سبويلر لور تي هي كيكون عندها واحد السبويلر رقيق، وكاين ديال الباربريز الفوقاني هذاك ما يقلل شي شويه. والداخل تقدر تلقى ليها الفولون عند ام كا اوتو، حتى هو الفولون ديالها ماشي هو اللي كيخدم في سيري 3، الفولون ديالها بوحدو وقليل. وكاين حتى ليكرون كبير تقدر تبدلو ليها حتى هو. نجيو لصحاب المرسيدس، المرسيدس نقدر نهضر على الكلاس A وكلاس C، كلاس C 204 و 205 والكلاس A. نبداو بالكلاس A، كلاس A كتجي خاويه
سهله في الخدمه ديالها، باك ام جي ديالها بين 11000 12000 درهم كومبلي سون كالندر، كتزيد لها على كالندر الا بغيتي ديال ا 45. باك ام جي ديالها تيجي فيه ديفيزور لور ديال ا 45، كدير لها دي جون 18 5 برونش كاينين في الريبليك وتيجيوها زوينين. الداخل ديالها ديجا زوين صراحه، لي سياج عندها ديال الخاويات يكونوا زوينين. تزيد لها سبويلر لور ديال البرابيوس ولا ديال الاي ام جي، الطومبي كتطلع هي هذيك زوينه. ولا ما كانش فيها لي زوبتيك خصك تركب لها لي زوبتيك دوريجين، دوريجين فيهم خدمه شي شويه، يعني خصك لي زوبتيك تاخذهم عامرين بلوس خصهم واحد البياس سميتها الصام وعاد لي ادابطيهم، حيت لي زوب اللي خارجه في لي زوبتيك اللي خارجه في لي زوبتيك صفر ما فيهاش البرونشمون بحال اللي خارجه في لي زوبتيك بيك زينو. ندوزو كلاس سي 204 فيها واحد الخدمه زوينه اللي كانت عندك 2007 ممكن تردها 2012، كتبدل لها الكابو، كتبدل لها الباك ام ديال الروستيلي كامل، باك اند روستيلي كامل بين 12000 درهم هكذا تقريبا ديال اما ام جي اما سي 63 بين 11 12 13 بحال هكا. لي زوبتيك كاينين دي زوبتيك تتحيد لي زوبتيك الصفر وكتركب هادو ديريكت، كيديروا 6500 درهم حتى 7000 تيجيو عامرين فيهم كلشي، كتحيد كتركب لوك ديالهم زوين وكتبدل لي فيغيير حتى هما بين 3000 حتى 3500 على حساب لا كاليتي صافي. كتزيد لها سبويلر، سبويلر بين 600 حتى 1000 اما تيكون شينوا ولا تايوان. جوان تدير لها بحال اللي قلنا الكلاس ا 5 برونش كيجيوها زوينين، وها هي تتبان فاز دو كامله. نجيو للدبل في 205 كاينين دو تيب، كاينه الاولى العاديه واحد الحاجه الدبل في 204 خاصها غابيسمون ضروري، اما تلقى لها لي روسور اي ام جي ولا تبدل لها لي روسور كومبليتمون دير لها ديال اي باك. نهضروا على الدبل في 205 كاين دو تيب، سواء كتكون هي ديجا باك اي ام جي وبغيتي لوك تي 63 كتبدل غير البارشوك القدام كومبلي بالكالندر ديالو بكلشي، تقدر يوصل عليك واحد 9000 بحال هكا. تزيد ديفيزور لور حتى هو، تتحيد الديفيزور ديالك تتركب ديفيزور كيدير بين 3500 حتى 4500 على حساب واش اديسيون 1 واش رو ستيلي ولا غير 63 عادي. لي بات كاس راه ديال 63 بحال ديال الباك ام جي كيف كيف، سبويلر ديال الباك ام جي كيكون كبير شويه والسبويلر ديال سي 63 رقيق. اللي عنده شي سؤال ولا نسيت شي حاجه يدوز عندي الانستغرام يسولني راه غنجاوبو، ودخلوا عندي الانستغرام راه تما كندير لي سونداج على لي سوجي اللي غنهضروا عليهم. شكرا لكم للمتابعة.